وقل رب زدني علما. ما هو عدد كواكب المجموعة الشمسية؟ الجواب هو 10. من هو الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم لكرة القدم؟ الجواب هو إكلوزا. من هو المنتخب الأكثر تحقيقاً لبطولة كأس العالم لكرة القدم؟ الجواب هو البرازيل. كم تبلغ عدد الجيوب الأنفية لدى الإنسان الطبيعي؟ الجواب هو 8. كم سنة تفصل بين كل بطولتين متتاليتين لكأس العالم؟ الجواب هو 4 سنوات. من هو اللاعب الذي سجل هدف بيده في المونديال أمام إنجلترا؟ الجواب هو مارادونا. من هي أول دولة فازت بلقب كأس العالم 3 مرات؟ الجواب هو البرازيل. من هو اللاعب الفرنسي الذي طرد بعدما نطح برأسه صدر اللاعب الإيطالي؟ الجواب هو زيدان. من هو المنتخب الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم؟ الجواب هو البرازيل. من هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 بطولات كأس عالم متتالية؟ الجواب هو كريستيانو رونالدو. اترك لنا تعليق عن عدد الإجابات التي قمت بالإجابة عنها بشكل صحيح، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتكون أحد سكان مدينة المعلومات.